السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. راح تواصلوا يا حضراتكم لشرح المحاضرة الثالثة من مادة الحرية والديمقراطية. هذه المحاضرة راح نتكلم عن تاريخ الديمقراطية. بالبداية، الديمقراطية تعرف على أنه هي النظام السياسي أو نظام لصنع القرار داخل مؤسسة أو منظمة أو أي بلد. يتمتع هذا النظام أو تتمتع في جميع الأعضاء بحصة متساوية من السلطة، وتتميز الديمقراطيات الحديثة بقدرتين تميزها بشكل أساسي عن بقية الأشكال السابقة للحكم، وهي القدرة على التدخل في مجتمعاتهم والاعتراف بسيادتهم، وذلك من خلال إطار قانوني دولي لدولة تكون ذات سيادة مماثلة. عادة ما تتدخل هذه الحكومة الديمقراطية جنبا إلى جنب مع أنظمة أقلية وملكية اللي تحكمها أقلية وملك وحيد على التوالي. ترتبط الديمقراطية عموما بجهود الإغريق والرومان القدماء اللي هم يعتبرون مؤسسي الحضارة الغربية من قبل المثقفين اللي ظهروا في القرن الثامن عشر، اللي حاولوا الاستفادة من هذه التجارب الديمقراطية المبكرة اللي هي تكون في قالب جديد للتنظيم السياسي لما بعد الملكية. مدى نجاح هؤلاء اللي هو في تأسيس النهضة الديمقراطية في القرن الثامن عشر وتحويل المثل الديمقراطية لليونانيين والرومان القدامى اللي هو حولوها إلى مؤسسة سياسية مهيمنة تكون على مدار 300 عام القادمة. تحاول الديمقراطية التمثيلية الحديثة تجسير هذه الهوة بين الحالة الطبيعية اللي هي من قبل توماس هوبز وبين قبضة الاستبدال وتكون من قبل العقود الاجتماعية اللي تنص أيضا على حقوق المواطنين وتحد من سلطة الدولة وتمنح هذه الوكالة حق التصويت. على الرغم من اشتراك السكان بمستوى معين من صنع القرار، فهم يتم تعريفهم بفرضية عدم الثقة في قدرة البشر على إصدار حكم مباشر على المرشحين أو على القرارات المتعلقة بالمسائل. تعرف علماء الأنثروبولوجيا على أشكال عديدة من هاي الديمقراطية البدائية اللي تعود ببدايتها على تكون مجموعة بشرية صغيرة اللي هي تعيش في فترات سبقت قيام المجتمعات الزراعية المستقرة. تتراوح أعداد هذه المجموعة من 50 إلى 100 فرد، وكانت تربطهم صلات عائلية وثيقة، واعتمدوا على الاجتماع في كثير من الأحيان لاتخاذ قرارات مهمة. هذا الاجتماع يكون دون رئيس محدد للجماعة. ويمكن أن نفترض أن الديمقراطية نشأت بشكل أو بآخر في هذه الجماعات أو هذه القبائل كما تسمى اللي تربطها علاقات وثيقة. أطلق على هذه الأنواع من الديمقراطية البداية اسم القبيلة أو اسم الديمقراطية البدائية اللي تبلورت في المجتمعات هذه الصغيرة أو القرى بفضل المناقشات اللي تجرى بينهما، أما تكون وجها لوجه أو مع زعيم اللي هو يتمتع بدعم شيوخ هذه القرية. من جهة أخرى، ازدهرت أشكال هذا الحكم مثل الملكية والأرستقراطية في المراكز الحضرية الكبيرة اللي تتواجد فيها مجموعة أكثر من السكان، ونشأت مفاهيم للديمقراطية والدستور كشكل من أشكال الحكم في أثينا القديمة ونحو عام 508 قبل الميلاد، وكانت هذه هناك عديد من الأنظمة الحكم اللي ظهرت في بلاد اليونان تتراوح من الديمقراطية الأرستقراطية إلى الملكية والديكتاتورية المطلقة. راح أتكلم عن الديمقراطية اللي ظهرت في بلاد ما بين النهرين. هاي الديمقراطية إنه كانت السلطة في بلاد ما بين النهرين